يعد الرضا عن النفس هدفا لا بد للناس من الوصول إليه، حيث يستطيعون من خلاله الترفع عن كل ما يؤذيهم ولا يناسبهم، مما يساعدهم على اختيار الأفضل لحياتهم. لوم النفس وعدم الرضا لطالما أثبت أنه بلا جدوى وليس باستطاعته تغيير أي شيء من الواقع، بل غالبا ما يقتصر على تأثيره السلبي. الرضا عن النفس من المفاهيم النفسية المهمة في مجال الصحة النفسية، بما يعنيه من قدرة الفرد على التكيف مع المشكلات التي تواجهه والوصول إلى سعادته، كما يعتبر مؤشرا مهما على الصحة النفسية. يرفع الرضا نسبة الحماس تجاه الحياة ويجعل الفرد مقبلا عليها، ويخلق لديه رغبة حقيقية لممارسة تفاصيلها، وبالتالي يحيطه دائما بالتفاؤل وتوقع الخير، ولا يعاني من عدم تقبل الآخر وتقبل نفسه واحترامها، ويصل إلى الاستقلال المعرفي والوجداني. ضمن الظروف الاقتصادية والسياسية التي نعيشها، قد يبدو هذا الكلام ضربا من الخيال، لكن الرضا النفسي لا يحتاج حياة كاملة، وإنما يكتفي بالقبول وتقبل الواقع والتركيز على الإيجابيات في العلاقة الاجتماعية والعمل.